مسيكم بالخير. أنا بدي أوجه الرسالة إلى الحراك الشعبي تبع 17 تشرين بلبنان. وإلى دجال المقاومة حسن نصر الله. بدكن تسمعوا اللبنانيين بعطيكن كافة المعلومة. قدوا كذب اليوم ميشيل عام إنه المجتمع الدولي ساعد لبنان. ما لك سرق المصريات أنت وولادك وأسرتك سرق مصريات لبنان. والوزراء اللي عيها النظام حافظ الأسد ب 92 بأيام الياس الهراوي رئيس جمهورية وشو اسمه هداك لحود رئيس جمهورية عينن النظام السوري سرق وشاركن على سرقة لبنان خصوصا المسيحيين من بالدرجة الأولى شيلوا جورج فريم على جنيب والبقي كلهم لحدا المصريات اللي معهم بيت المئاتي معن الحصة اللي سرقوها من لبنان قلن بالشور تركوا الحصة معكن ووصفوا لي هي وهديك مع النفط عم بيجي على لبنان من طبع العراق طيب بدو بيض هالمال كيف هذا كله كاش ينحط ببنك ولو بيع البنك وقعد بأوروبا خويف يجي على أمريكا بيشتري قصر هذا كله قال له شو اسمه هذا الأسد التالت شو اسمه اللي موجود هلا بسوريا باسل مات والتالت مات يمكن هو الرابع ماهر ترك المصريات معك ووظف لهن هي كلها سوا اذا ميشيل عام انت حسن نصر الله ضحك عليك ميشيل عام ضحك عليك عمليه ضحك شو بده كل شيء بده هالنزله بالشونزليزيه والميل يسرقه اذا كيف العين حسن كيف العين ميشيل عام يقول يا مجتمع الدولي كانه نحن بهلين المجتمع الدولي انه اذا انا بعرف هالشيء هذا كله المجتمع الدولي ما بيعرفه انه بنعطيك ميل والميل المليارات اللي معكم في اثنين بدهم يلحقوكم البنوكة والمافيا العالمية وبدهم هالميل انتو والفنزويلية والإيرانية هلا اطلعوا من هيدي بس انا رديت عليه لميشيل عون لانه هلا قداشو وسخ وقداشو سافل والاوسخ منه والاسفل منه مرته وبنيته واسرته علمهم الوصوخة والسفالة بيت القصيد هلا مش هيك خلوني بلش بحسن نصر الله دجال المقاومة اسمع انت بالمافيا بيقولوا يو ار ديد مان انت ميت ما في مجال بس في وجبات عليك هي هالناس اللي انت اشتريتهم بالمصريات بالميل العام بالاول تعطيهم منك توصلت للميل العام بس هني بهالوقت هذا عم بيسرقوا المال العام من الإيرانيين من العراق مال الشعب العراقي وعم بيعطوك حصة منهم مشان تدفع وتشيل وهل أبناء الطائفة الشيعية الكريمة بلبنان هدول لبنانيين كيف بتضمنهم أنت ما حدا بيقدر يساعدك بشي أنت you are dead لك بيعرفوك وينك وين بتنين إذن أنت وغير محترم أنت ناطر أنه تلعبوا ورقة أنت وعلي خامنائي يعني علي خامنائي بيلعبها وبيفوتك قول فيه ما نوير دي لورو ما نوير دي أبدا ليش الصلاح النووي والصواريخ البالستية بكن تسلموها تننسف البنية التحتية كلها تبعي بعدين بدكن سنين وسنين وسنين ترجع تمشي إيران ويصير في خبز وأكل ودجاج ولحم تياكله إذن ما نويرتي حدا يخلي إرهابيين مثلكم يستلموا هالبضوعة بإيدهم أو أمانيوم نيترات أو كيميكال ليش؟ لأنه أنتو تجهيجوا الناس تشتروا ضمائر الناس دمرتوا العراق ودمرتوا لبنان ودمرتوا إيران تشتروهم بالمال
اللي هل بتسموهم مواطنين عندكم. بس هول بدهم حماية اللبنانيين، انت ما فيك تعمل لهم اياها. اذا بدك تسمعني كتير منيح، انتو طرحتوا شعار تتهيجوا هالناس كله، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. طيب لنفترض أنا أمريكاني، إذا أنا بعرف كل هالمؤسسات الأمريكية الكبيرة ما بتعرف والمؤسسات الإسرائيلية ما بتعرف إنه عم بدرب بيت وجال على حقد على أمريكا وعلى إسرائيل، إذا هالجال بده يحكم بعدين، أنتو ممكن تموتوا، موتوا موت ربكم أو بتموتوا مثل ما بتقول ما فيها يو أرداد. طيب إذا استعملوا النووي والصواريخ البالستية، هدول ربيوا على حقد، من شب على شيء شاب عليه. إذا رأفة رأفة بالشعب أبناء الطائفة الشيعية الكريمة بلبنان، في فرد شخص محترم هالاحترام العالمي الكبير، وين عند الدول اللي فيها أكل، فيها صليح، فيها ميل، فيها ميل، فيها أدوية. إذن هذا الشخص الوحيد ما بيقدر يمون على القرار يغيره، بس بيقدر يمون إنه يستقبل باحترام، بيبدي وجهة نظره وبيتركن هن، لأنه ما بيقدر يغير الاستراتيجيات الدولية وبيعرف حدوده بهالموضوع، بس بما أنه عنده احترام بيشرح الموضوع ليش ما لازم لحماية أبناء الطائفة الشيعية الكريمة اللبنانيين اللي هم مصلح. في فرق شخص تحسب ميلكني، انتو 17 تشرين الحركة الشعبية، اسمعوني كتير مني لتردوا عحدي، انتو بدو يكون عندكم فرض طرح في بداية الطريق، ما بتصدوني انتو حرين. الرئيس شيمون بيريز بيقول القرن 21 قرن معلومات، اعطيني المعلومات وبس، بالشغل بالبزنس بكل شيء، ولك حتى بالحب حتى بالعلاقات البشرية بدك تاخذ معلومات. شو المعلومات؟ شغله مهم كثير، والا ليش خلقوا الكمبيوتر بهالشكل تخزن المعلومات؟ طيب هذا هالشخص بكن تطرحوه انت ان يشكل حكومه بلبنان، حسن نصر الله بده يوصل ليها تخلص الناس اللي حكيتها انا بالاول، كيف بده يخلص هالناس؟ هالناس اللي دفشع على النار بهالشكل هيدا، شو بيقدروا يعملوا؟ بيكفوا ما بقى في تكفيه، صوره مكشوفه اللعبه، تجيل وبتكذيب للوجاهه، قطف ميشيل عون وقرت الميل والجاه، هذا اللي بده اياه، والبقي كله عم بيكذبوا ميشيل عون. ميشيل عون خايف من فرد شغله، انه حسن نصر الله يدفوا المصريات اللي معه هو وعائلته واسرته، واذا رفض بدهم يصفوه هني وعائلته واسرته واولاده. إذا خايف من هالشغلة، ولا بيتمنى معلم أولاده وصرته إنه بتهربوا من لبنان وتركوا كل شيء عقار يغدو لألكم، بس معكن كتير بره فيكن تعيشوا وتعملوا. إذا أنتوا الثورة بدكن تطرحوا فرد شخص أن يشكل حكومة، هالحكومة بيطلب رئيس الوزراء، هذا الشخص رح سميلكن يعني، لأنه محترم كتير، محترم فوق العادة عند الدول القوية اللي هي القرار بإيده. إذا شو اللي بدهم يعملوا؟ بكن تطرحوا هالشخص بشكل حكومة، تاخدوا الحكومة الصيغة، بيدعي لانتخابات رئيس جمهورية، ينتخب هذا الشخص رئيس جمهورية ويعين فورا من عنده رئيس مجلس الوزراء، بشكل الحكومة على صورتكم ومسيلتكم، انتو
تبع 17 تشرين، هو مثقف كتير بيعرف هالشي. ما يمكن إلا هالخيار تتنقذوا لبنان. هذا يا دول اعطونا، هلا مش الآن قول اعطونا مصريات، ما معك المال، معك مليارات، انت وسليمان فرنجية وإليح بيقه وبيت المئوطي وحسن نصر الله، حسن بالقليل عم بيصرف عشاماته وانتم ضبطبينهم، والنواب المسيحيين أرثوذكس وكاثوليك ودروز كاثوليك ومورنة، انت ونبيه بري هول كلكن أرتين هالمليارات هيدي كلها. انه اذا بعنا البنك ورحنا عدنا باوروبا يعني صرنا انه نحن بريئين؟ لا ما كن بريئين. اذا في فرد شخصي بينسكن، بينسكن اذا كنتوا بكن تعيشوا بلبنان وهذا وطنكم، والا رايحين على ميزار، على بؤس لم يشهده انسان، اكثر اكثر من اللي صار بافريقيا، اكثر بكثير. الامراض والظلم والقهر بدها تفلت عليكم بشكل موضع. إذن من هو هذا الشخص؟ فرد شخص. لو في اثنين سميتلكن اثنين، ولو في ثلاثة سميتلكن ثلاثة. السيدة الأولى نيلة معوض، الوزيرة والنائب السابقة بالبرلمان، بكن تدعو لها بطولة العمر، ويجي حسن نصر الله وانت بتجيبوا ميشيل عون وبتنزلوه، هذا بعدين بتفوتوه على الحبس، ما بتفوتوه بتفتحوا لهم ملفات إن شاء الله بتخصكم، وبتشكل هي الحكومة، بتفوت على البرلمان بتاخد الثقة، بتحل البرلمان وبتقوم هي بتعين حالها رئيس الجمهورية، وبتشكل حكومة برئاسة وزراء، وبتقول له تتفاهم هي ويا هاد تشكيلي وهذا اللي كنت تحكموا فيه، لأنه بتحب الشعب اللبناني، وهم الأول مساعدة الفقراء اللبنانيين والمواطنين اللي دفشن حسن نصر الله بهالشكل وكمية كبيرة. هول شو بده يكون مصيرهم؟ شو بده يكون مصير هالبنات وهالنسوان اللي بيشتغلوا بالمؤسسات تبع حزب الله؟ هي أم الدنيا، هي أم اللبنانيين. ليش؟ لأن تعبت على حالي. هذا الاحترام اللي عندي إيه عند الدول القوية اللي بإيدها القرار، ما حدا بلبنان. البقى كلن وقت اللي بقول كلن يعني كلهم، ولا واحد من المحترم عند القوى. اللي بتقولوا لي كلن كلهم، إيه كلن كلن كلهم، ولا واحد محترم من اللي بيطلعوا لبرا وبيشتموا مع الكبار. إذا ما عندكن إلا هالخيار، دعولة بطولة العمر وقوموا. حسن نصر الله قبل منكم، هو ما قاله خيار، ما حدا بيقدر يحميه، هو إزداد حسن 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 نصر الله. دجال المقاومة، هو ما قاله طبيب، بس هالناس اللي عنده هاللبنانيين ما حدا بيفهم الشغلة إلا بالتعاون كلكن وروكن من خلال الله. لو بيقدر يزت على الأرض بالروح القدس الأديان، ما كان جبلنا النبي موسى والسيد المسيح، النبي السيد المسيح، فهو ابن الله بنظرنا، ورسول الله محمد وبودا يعني، وإلا نزلنا على الأرض. إذن الشخص هو المهم، أنتم محتاجين إلى الشخص. هذا الشخص أن يكون عنده كريديبيليتي تجاه القوى اللي بإيد الصلاح والمال والإكل والأدوية. تحبوا تسمعوا مني؟ اعطيتكن المعلومات وخدوه، تعتقدوني بهلة؟ كفوا انت، رح كن تشوفه. ولا تردوا على حسن نصر الله، ازداد شو مصير الناس، لان اثبتت السيدة الاولى نيلة معبود تجاه العالم الاول
إنها بتساعد الناس، بتساعد الناس. مش هناك اليو اس اد واثق بهالشكل بمؤسسة الرئيس رنا معوض، لأننا عم بيساعدوا الناس. إذن هذا الوضع كله تبعكم، مش يلعن وصرمية ولا محترم ولا شيء. خلاص عملوا له هيك الفانفار الفرنسوي، خفيف الفرنسوي بهالشغلة وصدع حيله. هذا اللي بده اياه، هذا اللي بده اياه. قوتركم.